انا لصلاح التوخي يروح بيتنا يبقى مركز في الموضوع وشايله على صدره. بس برضه مفيش حد قال انه تعمد يعذب الواد لحد ما يموته. صلاح التوخي في الوزاره معروف عنه انه ضابط نظيف وجامد، مفيش قضيه مره يمسكها غير لما يجيب اخرها. بس بكره الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا. صلاح التوخي همه الفتره اللي جايه ضايق الدنيا علينا وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. وانا بعمل حصر لاصحابه وقرايبه والدور بالكتير يا فندم، هيبقى الملف قدام سعادتك. مغزى يعني دي عشر الكلبش، ومش اي كلبش، ده كلبش مع ظابط. البوليس مراقبك انت وسلم، ولو اي حد فيكم حاول يشوفه او يتصل بيه هتبقى فيه خطوره كبيره جدا على سليم. احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني. عايز تليفون وخط بس ما تقولش باسم حد، انت عارف ان كل الناس اللي حواليا متراقبين دلوقتي. مين فريده دي؟ كفاره دي تقولها لنفسك كده وانت خارج من اعدام، انما انا بخارج معلم على الحكومه. انا عارف انت واد جدع مش خاين، بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بقتش اثق في حد حتى لو ابويا الله يرحمه. احنا في السليم، وبعد كده اذا كان على زناتي قرشين هيسكتوه. ارجع اقرا ملف سليم الانصاري تاني يا وليد. بطاقية يا سابل صدرك حلينا يا رب. انا السبب في كل اللي بيحصل ده. لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعمله ده كله مش هيجيب نتيجة. انا اسف على الزيارة اللي مش مترتب لها دي والوقت المتأخر اللي زورتك فيه، بس عاوز اقعد ادردش معاك شوية دلوقتي. عندك مانع؟ ولا الوقت متأخر وعندك ضيوف وانا عامل لكم ازعاج؟ لا انا لوحدي، بس اعتقد يعني ما هيش حاجة لطيفة ان احنا نتكلم في وقت زي ده. ما تكبريش الحكاية وكده، الحكاية ابسط من كده بكتير قوي. احنا هنقعد ندردش مع بعض مش اكتر. انت في البيت ده لوحدك؟ لا، عايشة مع ماما، بس هي اليومين دول في عمر. سيجارة؟ ما بدخنش. صحيح، واضح انك ما بدخنيش. سليم فين يا فريدة؟ وانا شرف. بص يا نسا فريدة، يا ريت تحط نفسك مكاني وتفكري زي ما بفكر. شوفي خيالك ممكن يوصلك لحد فين، سليم ممكن يبقى فين. لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني، ومتهيألي بقى ده شغلك وانت أدرى بيه. انا مش فاهم انت متعصبة ليه، مع ان الحكاية كلها كان مجرد سؤال. سؤال ملهوش اي معنى، اكيد انا معرفش سليم فين. ما حصلش. قلت لك بلاش عصبية، أنا بتوتر من العصبية جدا. بس تعالي نحكم العقل، سليم في الظروف اللي هو فيها دي أكيد هتتصل بأقرب الناس لي. مامته وأخته هم أقرب الناس لي. طبعا، بس هو عارف كويس قوي إن مامته وأخته متراقبين، يبقى مين أقرب لسليم منك؟ من الواضح ان حضرتك ما تعرفش ان انا وسليم كنا مخطوبين زمان وخطوبتنا اتفسخت، يعني مفيش اي حاجه تربطنا ببعض دلوقتي. بأمرك انك كنت معاه في النيابه. بأمرك انك من يوم الحكايه دي لحد دلوقتي بتوديهم بتروحي وتيجي على البيت. سلمى صاحبتي وطنط ناديه مربياني من واحنا صغيرين، فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكله كبيره زي دي. عندك حق. لكن انتوا سبتوا بعض ليه؟ صلاح بيه، أنا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده، وعمالة من الصبح أجاوبك على أسئلة ملهاش أي معنى بالنسبة لي. أظن لحد كده بقى كفاية قوي، ولو حضرتك كنت حاطط سليم في دماغك فأنت حر، لكن لحد حياتي الشخصية فمتهيألي إن دي من حقي أنا لوحدي، ولا أعتبر نفسي في تحقيق؟ لا، مين قال إنه تحقيق؟ احنا متفقين انها دردشه. ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب، وحتى لو لا ده المكان ولا الوقت المناسب لحاجه زي دي. وانا بعتذر لك للمره الثانيه، بس لازم تعرفي ان اللي بيعمله سليم ده هيضره اكتر ما هينفعه. اوعدك لو اتصل بيا هبقى ابلغه الكلام ده، مع اني متاكده ان سليم مش هيكلمني. في حاجه ثانيه؟ أشوف البيت. بس ده مش قانوني. على فكرة في حاجات كتير قانونية أنا ممكن أعملها، بس للأسف هتأذيكي.
أنا بعمل ده لمصلحتك. أطلع. كفايه لحد كده، حضرتك فتشت البيت كله. هو فاضل حاجه واحده بس وبعدين همشي خالص، ان احنا نشوف الجنينه. بس انا ملاحظ ان عربيتك راكنه بره. ما انا مش دايما بركنها جوه، لما بكون هصحى بدري زي بكره الصبح كده بسيبها بره. وبعدين يعني ما كنتش اعرف ان حضرتك ناوي تشرفني النهارده وتضيع من وقتي ساعه. وانا ما بصدق اوفر دقيقتين انام فيهم. الشاعر بيقول وما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر. شوف الجنينه. طب اقعدين يا جماعه، ما كنا خليناها في السجن بكرامتنا بدل المرمطه السوداء دي. المرة اللي فاتت نطينا في زبالة وربنا كان معنا ونجاز، إنما المرة دي هتقولي نط في البحر الغميق ده ما بعرفش أعوم. متهيألي كده ما بقاش فاضل حاجة تانية يا صلاح بيه. ده صحيح، بس أنا قلت لك من الأول إن إحنا كنا بنطمن على سلامتك بس مش أكتر. واتطمنت؟ آه الحمد لله، وآسف إني سهرتك زيادة عن اللزوم. ممكن بس أسأل حضرتك سؤال قبل ما تمشي؟ اتفضل. هو انت ليه مش شاكك ولا 1% ان سليم ممكن يكون بريء؟ ليه مستسلم لفكره ان هو شيطان وخلاص؟ مش يمكن تكون غلطان؟ ما اظنش. ليه؟ ما بتغلطش ابدا ولا ما تعودتش انك تقف وتفكر انك غلطان؟ انا ظابط مباحث وسليم مجرم وهربان وشغلتي ان انا اقبض عليه بس. حتى لو شايف انه ممكن يكون مظلوم؟ شغلتي كانت مظلوم مش مظلوم، دي شغلانة النيابة والمحكمة اللي هم نفسهم شايفين انه مش مظلوم. بس سليم بريء فعلا؟ ده من وجهة نظرك، دافع شخصي. وحتى لو بريء طب ما يسلم نفسه، المحكمة تقرر براءته. لكن طول ما هو هربان انا هفضل وراه لحد ما اقبض عليه وارميه بنفسي في السجن. انا اسف اني ازعجتك وسهرتك زيادة عن اللزوم. صباح الخير. انت من اهله. بالعكس يا وليد، طريقه كلامها معايا شككتني فيها اكتر. يا ابني فهمني، مش معنى ان ما لقيتوش عندها انه مش هيروح لها في اي وقت تاني، او يتصل بيها او تتصل بيه او تكون عارفه مكانه. طريقة كلامها معايا عن سليم ما بتقولش ان هما كانوا مخطوبين وهيتجوزوا والجوازة اتفركشت. لا، انا متأكد انه هيلجأ لها، لان ما كانش لجأ لها فعلا. عشان كده عايزكم من بكره تشددوا المراقبة على البيت وعليها وعلى تليفونها 24 ساعة. انا متأكد ان فريدة دي هي اول الخيط اللي هيوصلنا لسليم الانصاري. يا وبعدين سليم بيه؟ انا كل ما افتكر ان صلاح التوخ ده كان قريب مننا خطوتين ركب اتخبط في بعديها. بس يا عم انت في ايه؟ ما بتفصلش، اسكت بقى شويه. الحمد لله يا جماعه، كويس ان هو عملها وجه وخلصنا منه كده. هيبتدي يدور عليك بعيد عن هنا. بتهيألك صلاح التوخ مش هيشيل عينه من عليك، هيفضل كل شويه ينط لك هنا. عشان كده لازم نفكر هنروح فين. انت كده حياتك هتعرض للخطر. ايه يا سليم اللي انت بتقوله ده؟ انت مالك؟ انا اشتكيت لك. انا موافقه يا سيدي. حتى لو موافقه انا مش موافق. المهم دلوقتي خلينا ننام على اللي احنا ضامنينه مش هيجي تاني النهارده. يلا قدام يا بيه. والله ما يجي لنا نوم يا سليم. ايه الله يا ايام، خلصي وبطلي لكاعه، عايزين نوصل المستشفى بدل ما نتلتع زي كل مره. خلاص يا اخويا اهو حاضر، خلصنا. اوه حبيب قلبه فاطمه ياسين. فطرت ولا لسه؟ فطرت. خلصت الفطار كله؟
اكل. حلو قوي، يلا بقى نلعب اللعبه بتاعتنا عشان اعرف وريني العضلات بتاعتك. ها يلا، اوعى تكسبني زي كل مره. سابق. هتكسبني؟ طب وريني. كده بس انت بهدل ابوك زي كل مره. ها اوعى تقول لي ان انا مش قد اللعب. ها حضن البابا، حضن يا حبيب قلب بابا. ربنا يشفيك يا ياسين ويزيح عنك وما يسوين فيك قدر يا كريم. يلا بينا، يلا يا بطل، هوب 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 هوب. يلا بينا. على فكره ابراهيم، انا مش شاكك فيك زي ما انت بتقول، ولا انا شايفك بني ادم وحش وانا احسن منك بكتير. بالعكس، انا من ساعه ما عرفتك ما شفتش منك حاجه وحشه. انت راجل جدع ونضيف، وغالبا كده هتطلع مظلوم. والله يا بيه وعز الجلال الله مظلوم. انا اولاد الحرام لبسوني التهمه وعملوا فيها زي ما عملوا معاك بالظبط. وانا مصدقك، بس انت كمان لازم تفهم انا فين. انا اتلعب عليا لعبه كبيره وانا ظابط وفي عز سيطرتي، مش حال دلوقتي وانا هربان. تفتكر ان انا هصدق حد؟ بالعكس، ده انا ممكن اشك في نفسي حد. انت ليه بتقول الكلام ده يا سليم بيه؟ عشان مش عايزك تزعل مني. احنا بين عاملين زي الاتنين اللي بيخدموا مع بعض في الجيش. شلت عني وشلت عنك كتير، وشويه ان شاء الله هتمشي وتسيبني. مش عايزك تمشي زعلان ولا صعبان عليك نفسك. والله يا بيه، اذا كان على موضوع الزعل ده تشيلش هم، يعني مفيش زعل ولا حاجه. موضوع المشي ده بقى اسم ونصيب يا بيه. يعني احنا في قدر، وهنهرب من قدر هنلاقي قدر تاني مستنينا. بس انا يعني كان صعبان عليا منك ان نبقى عايشين اكلين شاربين مع بعض. سعادتك مخونني. يا عم انا مش مخونك. بعدين انت لسه ما عرفتنيش كويس، بس عايز اقول لك بقى ان انا اكتر واحد في العالم واكتر ظابط ممكن يسمع من متهم ويمشي ورا كلامه. طب انا احكي لك على حكايه. زمان وانا ظابط صغير، في واحد اتمسك كان اسمه حوده سيطره. انا حوده سيطره سعادتك؟ مش فاكرني من 5 سنين سعادتك وقفت معايا وجنبي وصدقتني. فاكر المشكله اللي ازيك يا محمود؟ ذكرت بتاعي اهو سعادتك. اي حد من طرفك او سعادتك انا خدامك. ايوه بيه، كان في واحد اتمسك اسمه حوده سيطره. يعني مات بقى على كده ولا ايه اللي حصل؟ حودة يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مصحيش ولا الهوى؟ يعني هذه أول مرة، ما أنت عارفاه بيرجع من الجلسة معدود زي ما يكون واخد علقة موت. إن شاء الله هيقوم وهيبقى زي الفل. صغير يا حبيبي قوي على اللي بيجراله ده. هو أصلا ما فيهوش حاجة عشان يستحمل العلقة دي كل يوم. الحمد لله، ربنا يلطف بينا وبيه. احمد ربنا إن إحنا معانا فلوس نقدر نعالجه. ناس تانية عندها نفس الحالة ومعهاش. بقول لك يا هيام، خشي أنت ارتاحي، أنت مهدودة طول النهار. لا راحت إيه؟ انا احضر الغدا. بلا غدا بلا عشاء. بقول لك اسمع الكلام، خش انت ارتاحي وقبل ما الواد حمزه يرجع من المدرسه، وانا شويه وهنزل على الورشه. خش ارتاحي، هو كويس. ما تسمع الكلام بقى يا حاج وتدفع له 100,000 جنيه عشان نسد بقه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي بعد كده. ماشي يا نشات، هرميهم له مع انهم حار ونار في جتة اهله، بس انا ليا شرط. لا يتكلم معايا ولا يهوب ناحيتي خالص. انا اليومين دول مش ناقص شبهه. والله الحاج عنده حق يا متر. انا بقول انت تروح تاخد الفلوس من عند الحاج من المكتب، وتخلي الواد زناتي يجي لك هو ياخد منك الفلوس. اهو كده نبقى بعيد عن العيون وعن الحته كلها. عين العقل. بس يا جماعه انا كنت عاوز اخد رايكم كده في موضوع يخص الضابط دوت. ايه في ايه تاني يا متر؟ حصل حاجه تاني؟ ايه ايه يا حاج، ما تهدى مالك في ايه؟ ما نعمل ايه بس يا متر؟ طب تصدقوا وتامنوا بالله ان انا ساعات بيتهيألي ان الراجل ده هيطلع لي في الحلم بالليل. انا مش فاهم يا حاج، انت مدي الواد ليه اكبر من حجمه كده؟ لا 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 يا حماد بيه، الحاج لطفي عنده حق. احنا صحيح حطينا الضابط في خانه اليك، لكن الاحتياط واجب برضه يا جماعه. اهو قول له. أنا بقول عشان ما نسيبش الموضوع كده، إحنا لازم نعمل حركة نشد بيها ودن الداخلية عشان ما يوالسوش مع الواد دوت. حركة إيه دي يا نشوت؟ أنا هقدم بلاغ للنائب العام، أتهم فيه الداخلية بالتواطؤ في تهريب الولد دوت والتهاون في حراسته. يا سلام،
دلوقتي اقتنعت ان هم اللي هربوه؟ حاج برضه لا 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 يا رجاء، انت مش لسه قايل كده دلوقتي؟ يا سياده النائب، هو كل اتهام لازم نصدقه؟ انا نفسي مش مصدق، انما سلو بلدنا نص التهم اللي موجوده فيها ما حدش بيصدقها. طب طالما انت شايف بقى ان الداخليه مش هم اللي هربوه، يبقى لازمتها ايه الدوشه دي كلها؟ اسم الله عليك، قلت ايه دوشه؟ الدوشه دي بقى عشان الداخليه تركز قوي وتدور عليه وتجيبه، ما تسيبش الموضوع كده للزمن والنسيان. انا معاك يا متر في الموضوع اللي انت بتقوله ده، بس احنا برضو هنتهمهم بمناسبه ايه؟ احنا ايه علاقتنا بالموضوع اصلا؟ انت مالكش دعوه انت وهو، انا اللي هقدم البلاغ دوت بصفتي المحامي بتاع ام زياد، الولد اللي دمه راح في الارض، شهيد المنطقه. صحيح هو البلاغ هيطلع على فشوش، لكن يعني العيار اللي ما بيصيبش يدوش. ادخل. مؤاخذة يا حاج. خير يا سيد، في ايه؟ في واحد واقف بره مش عاوز يمشي غير باب الحضانه. ايه عايز ايه ده؟ بيقول في حاجه بخصوص استاذ تامر. تامر؟ يوه، هو انت يا بنتي ما عندكيش دم ليه؟ انت مش شايفه المصايب اللي انا فيها؟ عايزان اعمل لك ايه يعني؟ همشي على الحيطه واعمل فيها السبايدر مان؟ ده ايه البرود ده؟ وبعدين هو انا يعني رمرمتي؟ هو ده وقت غيره احمره؟ يا شيخه بس بقى، بلا وحشك بلا بتاع بقى، والنعمه قفلتيني. طب لعلمك بقى، انا في وسط كل المأساوات اللي انا فيها دي ما كنتش بتغيبي عن ذهني سنتين على بعض. او النعمه. ايه ده؟ لا قولي وحات امك. لا انت قايله. طب اديني نبذه. طيب ايه؟ انت الفقريه عملتي برضك انت اللي في دماغك عناديه. طب لما تيجي بقى لازم تحكي لي الحوار ده بتفصيل التفصيل. ده انا معايا اصطفى سم السمام هدوقك حاجه خطر. طب يلا ما تتاخريش عشان انت وحشاني جدا جدا وفوق جدا بشويه جدا. طيب مستنيكي. ايه ده؟ خلاص بقى يا بنت الرغايه. ماشي. لما تيجي يلا سلام. لا مش زعلان، والله ما زعلان، لما تيجي هتشوفي بنفسك. ماشي سلام. سلام يا بنت الفقريه. يا نسوان عايزه الحرف والنعم. يعني انا تامر ابني علاقته ايه بالموضوع؟ تامر له ثوراجي ولا له علاقه بالسياسه؟ استنى بس يا حاج لما نفهم ايه الحكايه. بص يا حاج، الموضوع ده ولا علاقه بالثوراجيه ولا بالسياسه. الموضوع باختصار، الضابط ده زي ما ظلم زياد الله يرحمه وعذبه وقتله، ظلم كمان تامر ابن حضرتك لما حاول يلبسه التهمه، وظلمك انت كمان يا ريس لما حاول ياخد منك رشوه. ولا ايه يا جماعه؟ طبعا يا ابني عندك حق، كلنا ضحايا لظلم سليم الانصاري بس باشكال مختلفه. عشان كده بقى احنا ايه محتاجين نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نجيب سليم ونحاسبه على فعله. ولا انتوا عاجبكم الحكومه عملته؟ ايوه. طب والحكومه عملت ايه؟ لان انا مش فاهم. هو انتوا مش عارفين ان الداخليه هي اللي هربته ولا ايه؟ يا راجل. اه طبعا، امال هو هرب ازاي يعني؟ طب المفروض انا اعمل ايه بقى؟ اشتكي الحكومه؟ طب فرضا ان اقتنعت ان اشتكي الحكومه، اشتكي لمين؟ لربنا؟ ونعم بالله يا حاج ما قلناش حاجه، بس احنا كمان نقدر نشتكي للناس. اه طبعا نشتكي للناس، نوعي الناس، نعرف الناس، نفضحهم، نضغط عليهم لحد ما يجيبوا سليم ويحاسبوه على فعلتهم عشان يكون عبره لاي ظابط يفكر يعمل كده تاني. والله يا ابني عين العقل، عشان كده انا مش قلقان على مصر ابدا طول ما فيها شباب زي الفل زيه. انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي رامي درويش. الله ينور عليك. وعليك يا ريس، انت كمان حضرتك ليك دور كبير، مش برضه سيادتك عضو في البرلمان ولا ايه؟ والله احنا بنعمل اللي ربنا بيقدرنا عليه. يعني متفقين؟ متفقين على ايه؟ بص يا حاج، حماد بيه هيتحرك في البرلمان. تمام. استاذ نشأت زي ما هو في الجزء القانوني. تمام. واحنا من ناحيتنا عاملين حمله كبيره جدا في الجرايد ومواقع السوشيال ميديا، فيسبوك والكلام ده حاج، يعني عشان نوعي الناس ونفهمهم، يضغطوا على الحكومه. مش بعيد لما الناس تفهم يطالبوا باعدامه. ايوه. طب انا وتامر ابني علاقتنا ايه بالموضوع ده؟ احنا لا لينا في الاعلام ولا في السوشيال ميديا ولا في النت ولا في الكلام اللي انت بتقوله. بالظبط يا حاج. بس اصل الحكايه كلها بدأ من عندك، يعني كل المعلومات موجوده عند حضرتك وعند تامر. لو ينفع ناخد الكلام ده ونشره على لسانكم للناس هيحصل نوع من المصداقيه وهتضامنوا معانا. خصوصا ان انا حاولت اعمل الكلام ده مع مامة زياد وهي رفضت تتكلم لانها خايفه طبعا. خايفه ازاي؟ ام زياد ما حدش يقدر يقرب منها، انا المحامي بتاعها.
والحاج لطفي في مقام اخوها الكبير، واحنا الاثنين هنتفاهم معاها علشان تتعاون معاك. ده غير ان بقى الحاج لطفي وابنه هيتعاونوا معاك هما كمان. الظلم واقع علينا كلنا. ايوه احنا ايد واحده وشعب واحد. يعني اتفقنا؟ والله اللي تشوفوه. لا طبعا مش موافقه. يعني ايه مش موافقه فريده؟ في ايه بس؟ ايه هو اللي فيه ايه؟ ازاي عايزني ابقى مطمنه انك تروح تستخبى عند واحد علاقتك بيها دوب سطحيه؟ اضمن منين بقى ان هو مش هيبلغ عنك؟ وبعدين انا مش عارفه يعني انت عايز تمشي من هنا ليه؟ ما صلاح جه ومشي خلاص. صلاح مش هيبطل يدور عليا هنا، بعدين ده في خطر كبير عليك وعليا. تقوم رايح لخطر اكبر منه؟ يا ست اسمعيني، حدود السيطره مش خطر. انا مش فاهمه انت مطمن له ازاي؟ ده كان مجرم يا سليم. انا مش مطمن له ولا حاجه، بس انا ما عنديش حل تاني، لازم اروح استخبى في مكان ما يجيش على بال صلاح. هو انت عايز تجنني؟ يا ست مش عايز اجننك ولا حاجه، انا عايزك بس تفهميني، انا ليا جميل كبير قوي عند حدود السيطره، وبعدين حوض السيطرة كان مجرم اه بس بقى كويس. ما تقلقيش. لا أنا خايفة عليك قوي. ما تخافيش كله هيعدي إن شاء الله. طب إبراهيم ناوي تعمل فيه إيه؟ هيعمل فيه إيه يعني يا أنسة فريدة؟ أنا رجلي على رجله. أنا واقفة عشان خاطرك أنت بس يا متر، لكن عليا الحرام من ديني ما هنزل على المليون جنيه مليم أحمر. ماشي. خد ال 100,000 جنيه دي دلوقتي مشي نفسك بيها. روق نفسك كده ودلع نفسك. وبعدين احنا نروح من بعض فين يا راجل؟ ده احنا في مركب واحدة. ايوه الله ينور عليك، احنا في مركب واحدة. يا ريت بقى تفهم الحاج لطفي الكلام ده وتفهمه ان المركب لو غرقت هتغرق بينا كلنا واولنا هو. بقول لك ايه يا زناتي؟ ما تجيب الفيديو اللي معاك دوت واجيب لك المليون جنيه حتة واحدة ونشيل الصيف الشتاء. وبرضه الراجل متهدد من ناحيتين، ناحية من الضابط اللي هربان وناحية التانية من الفيديو اللي معاك. انسى يا متر، الفيديو ده هيفضل معايا لحد ما اموت، وفلوسي هاخدها يعني هاخدها. امين يابا. امين. انا برضو مصر ان انت مكبر الموضوع وشايف ان هنا امن مكان ليك. يا فريده بطلي زن بقى، ولازم افتح لكم البلكونه اوريكم كم المخبرين اللي واقف بره. مخبرين واقفين بره؟ انت شفتهم ازاي؟ ولازم اشوفهم، قالوا مكان صلاح هعمل كده. طب واحنا هنخرج ازاي والمخبرين دول واقفين؟ هنخرج. اهدوا بقى كده عشان لوك هنخرج ازاي؟ ده الكارت بتاع حوض السيطرة، في عنوان الورشة بتاعته وكمان رقم تليفونه، ومتهيألي ان هو ساكن جنب الورشة. جبت شرائح التليفونات اللي قلت لك عليها؟ اه. دول ثلاث خطوط غير بعض، كل شوية كده بدل ما بينهم. هتلاقيهم بيكلموك علشان ياخدوا بياناتك يحطوها على السيستم، يا اما هيقفلوا الخط. ماشي. انت هتكلمه على طول دلوقتي يا باشا كده؟ مش هتظبط شويه لما نشوف لنا صرفه في المخبرين اللي واقفين بره دول؟ جرب ابراهيم. انا ظابط شرطه يا ابني مش من بياض محاره، انا عارف انا بعمل ايه. طب يعني لو مؤاخذه يعني هنخرج من هنا ازاي وهم واقفين بره؟ اسكتوا بس واسمعوا كده تعرف انا بعمل ايه. طب سعادتك يعني مالي ايدك من حوض السيطرة ده؟ لا انا بطمن بس يا باشا، طالما مالي ايدك خلاص بقى. يا حوده، انا سليم الانصاري. والله يا فندم ساعات بحس ان احنا ماشيين غلط، وسليم مش هنا اصلا، زمانه في اسكندريه في الصعيد، وقاعد بيضحك علينا وسيدنا مفحوطين هنا. سليم هنا القاهرة وقريب مننا قوي كمان، ولعبة القط والفار دي لازم تخلص بقى. هنا فين بس يا باشا؟ احنا قلبنا الدنيا هنا ملوش أثر. ده لا يمنع انه هنا، لأن ما كانش قدامه فرصة لأنه يروح لأي حتة بعيد. وسليم بطبعه شكاك، واحنا تحركاتنا هتوتره، وأنا مش عاوز أكتر من كده. طب وآخرة التوتر ده يا فندم؟ هيقرر يظهر أو يتحرك، احنا في اللحظة دي مفروض نكون مفتحين عينينا كويس قوي وجاهزين قوي، انت فاهم؟ حاضر. لا لا طبعا زي ما اتفقنا. حاضر، هستنى من معاليك تليفون بكره. مع السلامه. مع الف سلامه يا باشا. مع السلامه. حوده ايوه. مالك يا اخويا مساهم كده ليه؟
بقول لك يا هام، انا عايزك في كلمتين مهمين. خير يا اخويا، كفلنا الشر. والله يا ابي انا خايف من السيطره بتاعك ده لا يسلمنا. بقول لك يا عم ابراهيم، انت احنا لسه في اولها، لو خايف امشي لوحدك شوف هتروح فين. روح فين يا بيه؟ خلاص احنا بقينا قدر واحد، انا اذنكم انا اخش نام. يا سليم انا خايفه عليك قوي. خايفة من ايه بس؟ ما تخافيش. بعدين هيحصل ايه اوحش من اللي احنا فيه يعني؟ نخلص اللي حصل حصل. لا في اوحش، ممكن يتقبض عليك وممكن حد بعد الشر يحاول يأذيك. ايه ده؟ انت خايف عليا بجد؟ هو انت عندك شك؟ طب وخايفة ليه؟ ما لو حصل لي حاجة تخلصي مني ومن قرفي. تصدق ان انت غلس غلسة؟ عارف يا سليم انا مش عايزك تمشي ليه؟ علشان طول ما انت بعيد عني هبقى خايفه عليك، لكن وانت جنبي هبقى مطمنه، لاني واثقه ومتاكده ان مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف عليك ولا يحميك قدي. هتفضلي طول عمرك تعاملينك كأني عيل صغير. ايوه، علشان من زمان وانا بحس ان انا امك التانيه اللي لازم تخلي بالها عليك وتحميك حتى من نفسك. وحياتي عندك يا سليم، اوعدني اوعدني ان انت تخلي بالك من نفسك. حاضر. وبطل الجراءة بقى والجنان بتاعك اللي انت متعود عليه ده. حاضر. وتكلمني اول باول، على طول تطمني عليك، ما تتأخرش عليا. يا ستي حاضر. ممكن بقى انا اقول لك حاجة؟ انا عمري ما ندمت في حياتي على حاجة قد ما ندمت ان احنا سيبنا بعض. قالوا لفيت الدنيا كلها مش لاقي واحدة زيك. وإيه كمان؟ بس كده. إيه اللي بس كده دي؟ أنا عندي كلام كتير عايز أقوله لك، بس أنت شايف الظروف اللي إحنا فيها. يمكن لو كنا في ظروف تانية كنت ممكن أقدر أقوله لك. إن شاء الله هتخرج منها بخير، وساعتها مش هديك فرصة ما تقولش اللي أنت عايز تقوله، هتقوله غصب عنك. أنا مفيش حد يقدر يخليني أعمل حاجة غصب عني غيرك. بس أنت سبتني زمان يا سليم. برضو أنت اللي خليتني أسيبك غصب عني. بس خلاص، أنا عمري ما أسيبك ولا هبعد عنك تاني أبدا. ياه، مالكش حق يا حودة، كل السنين دي مخبي عليا، كل السنين دي مفهمني انك كنت مسافر بره وعملت حادثه هي اللي خرشميتك وبهدلت جسمك البهدله دي، وانت الضنايا كنت محبوس وعمالين يضربوا فيك لغايه ما طلعوا عينيك وبهدلوك. كنتش عايزه اشيلك هم فوق همك يا هيام، كفايه عليكي مشاكل العيال وبلاويهم. وسايبنا نشتم في الراجل يومات يا حوده، ولولاها كان بيتنا اتخرب واتبهدلنا اخر بهدله. مالكش حق اخص عليك. عرفت بقى انا كنت بقفش عليك ليه لما كنت بتجيبي سيرته؟ امال ايه اللي بيقولوا عنه في التلفزيون ده؟ كلام كلام، هم بتوع التلفزيون وراهم ايه غير الكلام؟ قاعدين 24 ساعة بيتكلموا وبيضحكوا على الناس، والناس الغلابة هي اللي بتصدقهم بس. عشان كده انا كنت بحاول افهمك وانت مخك تخين. بس ده ظابط، ايه اللي يخليهم يعملوا فيه كده؟ هو ده اللي مجنني. يعني انت مصدق صحيح يا حودة انه مظلوم؟ انا مصدق سليم بيه من قبل حتى ما يكلمني. سليم بيه زمان صدقني لما كل الناس كدبتني، يبقى انا لازم اصدقه لما كل الناس تكدبه. ايوه يا اخويا، انا بس قصدي. بس ايه؟ الاثباتات اللي ماسكينها عليه. انهي اثباتات؟ ويا سليم بيه لما صدقني زمان كان في اثباتات؟ انا جربت دعم الظلم زمان وحاسس ببرارته، حاسس بالنار اللي فيها سليم بيه، عشان كده ما ينفعش اقل معاه. مش يمكن ربنا عمل كل ده عشان ارد له الجميل اللي هو عمله معايا زمان؟
خير مالك؟ فريدة كلمت أخت سليم واتفقوا إن هما يروحوا المقابر هي وأمه عند مقبرة أبوه. أمر أبوه؟ طب الكلام ده هيحصل إمتى؟ كمان ساعتين. يبقى سليم عاوز يشوف أمه وأخته. وفريدة هي الوسيط؟ طب ده كويس أوي. جهز نفسك بسرعة علشان نبقى في شرف استقباله.